انا بس عشان وقتنا عايزين بقى نجري في الاسئله اللي باقيه، نخش على الرياضه والحركه لان دي مطلوبه لمريض السكر ولبقيه العيله برضه. بالظبط. يبقى احنا هنا المشاركه الجماعيه داخل الاسره للرياضه. يعني انا ما بجيش مثلا لو انا عندي فرد في الاسره عنده سكر، هو بس اللي هيمارس رياضه، واحنا كلنا قاعدين واحنا نتفرج عليه، ما ينفعش. طبعا لازم المشاركه والتشجيع بيبقى عامل اساسي. وبالتالي احنا حتى بنقول للمرضى بتوعنا لما يكون حد مثلا يعني الزوج او الزوجه ومصاحب بالمرض، بننصح الاثنين امشي معاه. بالظبط. ولما بيبقى فيه نوع من انواع الصحبه حقيقي دي بتشجع ممتعة. والنتائج بالنسبه لها بتبقى اكثر وتضمن الاستمراريه. بالظبط كده. تمام. ممارسه الرياضه، الرياضه دكتور محمد، الناس كلها بتقول لك انا مش هقدر اروح جيم، انا ما مش عضو في نادي، الرياضات البسيطه اللي انت تنصح بيها وانا جوه البيت حتى. يبقى احنا بنتكلم عن الرياضه كرياضه. احنا بنيجي لابسط انواع الرياضه ممكن الواحد يمارسها، هي المشي. ايوه. المشي مش محتاج لا جيم ولا نادي. محتاج نادي ولا محتاج اي حاجه، محتاج ان انا مكان بس يكون محتاج رصيف عدل بس. ما احنا بندعو بقى الدوله انها تيسر هذه المسارات، لان ده هيدعو الى ممارسه رياضه بسيطه غير مكلفه لكنها اساسيه في انعكاس مباشر على الصحه بصوره ايجابيه. عندها وعي والله، يعني اي سور طويل في منشاه او في حته زي سور جامعه، سور مبنى حكومي، تلاقي الرصيف اللي جنبه ده مليان ناس عماله تلف حوالين هذا السور. يعني ده كلام مظبوط. احنا بنقول الرياضه دايما بنصب الرياضه اللي بنسميها مودريت اكسرسايز، يعني فيها شويه حركه. يعني بالبلدي كده بنقول لو واحد اكنه ماشي رايح عنده ميعاد. ايوه، يمد لان شوي. لان ده بيساعد على الحركه، بنسميها مودريت اكسرسايز. احنا بننصح على الاقل او بصفه عامه النصيحه التوصيات العامه على الاقل 150 دقيقه على مدار الاسبوع. انا بنتكلم نص ساعه كل يوم. اللي عايز يخس محتاج فتره اطول، مش نص ساعه، محتاج ساعه. في طرق اخرى للرياضه اللي هي الايروبكس. يعني بعض الناس مثلا تمرينات السويدي بتاع زمان دي. بالظبط كده، تمرينات السويدي. لو انا عندي ايروبكس، بعض الناس اللي عندها مشاكل مثلا القدمين والمفاصل مش هتقدر تمشي، مش هتقدر تمشي على اساس ان دي مفاصل حامله. طب تمارس نوع اي نوع من انواع التمارين الرياضيه، موجود على الانترنت وفي كتب وفي كل حته. بس يعني المهم ان انا ايه، برضو في ناس ما عندهاش وقت على مدار اليوم تخصص وقت معين، ما يمنعش ان انا اقطع يعني جزء في الصباح، جزء ادمجها داخل حياتي اليوميه. ان شاء الله 10 دقايق الصبح، 10 دقايق يعني ركن العربيات صف تاني وصف تالت، لو ندور على صف اول حتى لو هنمشي شويه نسهل المرور ونكتسب رياضه.